وكذلك إخواننا في لبنان الذين تتصاعد أفعالهم ويحاصرون المحتل من جبهته الشمالية ويربكونه ويدكون حصونه. وهنا من المهم أن أذكر إخواننا أو أن أذكر إخواننا في حزب الله الذين يشاركوننا القتال والمواجهة من جنوب لبنان، وكذلك إخواننا المجاهدين في العراق الذين بحضورهم في ميدان المقاومة وضربهم القواعد الأمريكية. وكذلك إخواننا في لبنان الذين تتصاعد أفعالهم ويحاصرون المحتل من جبهته الشمالية ويربكونه ويدكون حصونه، وإخواننا في العراق الحر وفي كل جبهة تسعى وتعمل وستعمل على ضرب العدو وإيلامه وكسره. وهنا من المهم أن أذكر إخواننا أو أن أذكر إخواننا في حزب الله الذين يشاركوننا القتال والمواجهة من جنوب لبنان ومقاومتهم الشجاعة والباسلة التي تقاتل العدو على مدار الوقت وتوقع به الخسائر الكبرى وتجبر مستوطنيه بعشرات الآلاف على الرحيل ومغادرة مستوطناتهم، وكذلك إخواننا المجاهدين في العراق الذين بحضورهم في ميدان المقاومة وضربهم القواعد الأمريكية وبمقاومتهم وبشهدائهم يعيدون للعراق حضوره الذي افتقدناه طويلا، وكذلك سوريا واليمن التي تسجل حضورا مميزا بمشاركتها الفعالة في الدفاع عن فلسطين ومقاومتها.